كنا اشتغلنا الواحدة اللي بقى دي كلنا مع بعض خطوة بخطوة، بشتغل واحدة زيها بنفس الطريقة مع ده اخر سطر ما بشتغلوش، بشتغل فيه كده اول غرزة ان انا برتفع 3 سلسلة وبعد كده 9 سلسلة، وبعد كده بشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلتها هنا. انا بشبك في الوحدتين دولي اللي هي الوحدة دي والوحدة دي، الفراغ ده والفراغ ده، انا برتفع 9 سلسلة، هنا ارتفعت عادي 9 سلسلة انما هنا ارتفع 5، واروح عند الفراغ اللي انا هشبك فيه وهسحب الخيط واكمل عليهم ال4 سلاسل، 1 2 3 4، وهلف الخيط على الإبرة وهروح اشتغل غرزة عمود بلفة فوق غرزة العمود ب2 لفة، يكون معايا بالشكل ده كده. بشتغل عادي زي ما بشتغل، بس فرق ان انا بدل ما بكمل السلاسل بشتغل نص السلاسل هنا وبعد كده بكملها هنا وبعد كده برجع اكمل شغل عادي. انا كنت ارتفعت 5 سلسلة هنا وبعد كده كملت 4، في البتلة التانية هرتفع 4، 1 2 3 4، وهروح عند الفراغ التاني اللي هشبك فيه وهدخل فيه بالإبرة وهسحب الخيط وهكمل واشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهلف الخيط مرتين على الإبرة وهشتغل عادي بقى زي ما كنت بشتغل آخر سطر في الوحدة. هسيب أول غرزة واروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، بلف الخيط واطلع من حلقتين وبلف الخيط واطلع من حلقتين كمان. انا سبت هنا اول غرزة وبسيب اخر غرزة وبشتغل عادي، بروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، واللي بعديها برضو بشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة. انا كان عندي هنا 7 غرز في الدور الاخير، هنا اشتغلت في 5 غرز بس، سبت اول غرزة واخر غرزة واشتغلت 5 غرز اللي في النص غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، بيتكون معايا 6 حلقات، بلف الخيط وبطلع من ال6 حلقات مع بعض. بعد كده بشتغل 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بكمل شغل عادي في البتلة اللي هي الناقصة في الوحدة الناقصة، ان انا بلف الخيط على الابرة وبروح اشتغل غرزة عمود بلفة عادية فوق غرزة العمود ب2 لفة، بعد كده بشتغل 9 سلسلة، وبلف الخيط مرتين على الإبرة وبروح أشتغل في ال7 أعمدة دولي، بسيب أول عمود وآخر عمود وبشتغل في ال5 أعمدة اللي في النص غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، في كل عمود غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة كده. أول 1 كده، التاني كده، التالت كده، الرابع كده، الخامس، بيتبقى 6 حلقات، بلف الخيط وبطلع من ال6 حلقات مع بعض. بعد كده بشتغل 9 سلسلة، وبروح لغرزة العمود ب2 لفة بشتغل فيها غرزة عمود بلفة عادية،
وبفضل شغالة عادي لحد ما اوصل لاخر الدور. هكمل بنفس الطريقة اللي انا مشيت بيها اخر سطر في الوحدة هنا، بنفس الطريقة هنا هرجع لكم تاني. احنا كنا شبكنا الوحدتين دولي في بعض، انا شبكت دي كمان. احنا قلنا بنشبك بين الغرزتين دولي واللي هما الفراغين دولي، ده وده اللي بين الغرزة دي والغرزة دي. كنا اتفقنا ان احنا بنشتغل كل السطور ما عدا اخر سطر بنعمل فيه اول غرزة بالشكل ده كده. دلوقتي هنرتفع كمان 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هنا هسيب الفراغين دول مش هشتغل فيهم، وهنا برضو سايباهم مش هشتغل فيهم، وهنا هسيبهم مش هشتغل فيهم. هروح للفراغين اللي بعديها هنا وهسحب الخيط، انا اشتغلت 5 سلسلة، هشتغل 4 سلاسل عشان يبقوا 9 اللي بشتغلهم الفراغ. 1 2 3 4. وهلف الخيط على الإبرة مرتين وهكمل شغل عادي. هروح هنا عند غرزة هلف الخيط على الإبرة مرة واحدة، هلف الخيط مرتين مرة على الإبرة، وهروح عند غرزة العمود ب2 لفة، هدخل فيها واعمل غرزة عمود بلفة عادية. بعد كده هشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4، واروح للفراغ اللي في الوحدة اللي هي هنا واسحب الخيط. بعد كده هشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الخيط مرتين على الإبرة. هنا انا عندي 7 أعمدة، زي ما بشتغل عادي في الدور الاخير ان انا بشتغل غرزة غرزة مجمعة اللي هي دي، غرزة عمود ب2 لفة مجمعة، ان انا بسيب اول غرزة مش بشتغل فيها وبروح للغرزة اللي بعديها وبعمل فيها غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، بسيب حلقتين وبروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، واللي بعديها واللي بعديها. يبقى انا عندي 7 غرز بشتغل في 5 بس، بسيب اول واحدة واخر واحدة مش بشتغل فيها. ودلوقتي بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض، وبعد كده بقى هشتغل عادي. هشتغل 9 سلسلة، 4 5 6 7 8 9. انا كده شبكت في الوحدتين اللي انا بشبك فيهم في الفراغين، كده خلصت تشبيك في البتله دي في البتله دي. هكمل شغل عادي اللي هو السطر عادي ان انا بلف الخيط على الابره وبروح عند غرزه العمود ب2 لفه، بشتغل فوقيها غرزه عمود بلفه عاديه. كده اشتغلت 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هشتغل كمان سلسلة، قلنا بنشتغل غرزة عمود بلفة فوق غرزة العمود ب2 لفة، وبعد كده بشتغل 9 سلسلة، وهشتغل غرزة مجمعة هنا عند ال7 أعمدة، بسيب أول عمود بروح للعمود التاني وبشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، وبدخل في التالت وبشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، وبفضل ماشية كده وبسيب أول عمود احنا قلنا وبنسيب آخر عمود. بنشتغل في ال5 أعمدة اللي في النص بس، سبت أول واحد وآخر واحد. دلوقتي هلف الخيط واطلع من الحلقات كلها مع بعض وبشتغل 9 سلسلة،
وبكمل شغل عادي في البدلة في الوحدة بتاعتي اللي انا شغالة فيها. احنا قلنا بنسيب الفراغين دولي هنا، الفراغين دولي مش هشتغل فيهم، ودولي ودولي علشان هعمل وحدة مشبكة في النص بينهم. هفضل ماشية طبيعي لحد ما اوصل للفراغين دولي عشان هشبك دي في دي برضو. هكمل ده كله لحد ما اوصل للفراغين اللي هنا وهرجع لكم تاني. وفضلت ماشية بنفس الطريقة لحد ما وصلت للفراغ اللي انا عايزة اشبك فيه. ارتفعت 5 سلسلة، هروح هنا عند الفراغ واسحب الخيط واشتغل 4 سلسلة، وهلف الخيط على الإبرة. وهنا هروح عند غرزة العمود ب2 لفة وهشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة عادية، وبعد كده هشتغل 4 سلسلة وهنا هروح عند الفراغ اللي في الوحدة التانية وهسحب الخيط وهشتغل عليهم 5 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة مرتين وهكمل شغل هنا في البتلة عادي، ان انا بسيب اول عمود مش بشتغل فيه وبدخل في العمود التاني بشتغل فيه غرزة عمود بلفة مش ب2 لفة مش كاملة، واللي بعديه برضو بشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه بشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة. بسيب اول واحد واخر واحد مش بشتغل فيهم وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. بعد كده هشتغل 5 سلسلة وهروح اشتعد سلسلة 2 وادخل في الثالثة وهعمل فيها غرزة منزلقة، وبقص الخيط الزيادة كده. اكون شبكت الوحدة مع بعض احنا بالشكل ده كده، شبكتها هنا وفي هنا وهنا في هنا، بسيب هنا فراغين وهنا فراغين وهنا فراغين علشان هنشبكهم بواحدة في النص. ال4 فراغات دولي هنعمل واحدة وهنشبكهم فيها. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.